زميلتي ساره سراج قابلت كمان البوست برودكشن بروديوسر المهندس احمد الطحلاوي، واللي هيكلمنا عن مراحل تحريك الرسوم. تعالوا نشوف قال ايه في لقائنا معاه. في اكتر من مرحله لتحريك الرسوم، ده اللي هنعرفه بالتفاصيل من الاستاذ احمد الطحلاوي. برحب بيك على اكسترا نيوز. استاذ احمد، عايزك تاخدني كده في جوله سريعه لمراحل تحريك الرسوم. من اول طبعا الاول بتحط طبعا ستايل الشخصيه الاول والكونسيبت لها، وبعد كده بيبقى يعني بعد ما احط الستايل ليها تصور وكده، المخرج طبعا بيحط الستوري بورد اللي عمل، وبعد كده بنقطع مشاهد. بنيجي في مرحله المشاهد دي بقى المخرج بيحط صوره رؤيته، الحركه هتبقى عامله ازاي. بنيجي طبعا بعد كده في برامج بقى 3D عندنا، بنحط بقى نبني الشخصيه، بنحط لها نعمل لها حاجه اسمها ريجنج عشان تتحرك الشخصيه دي بس. وبعد كده بتحط بقى المشاهد بتاعتنا، وزي اللي برده عندكم كده سيت اب، بنعمل كاميرا ونحط الشخصيات بتاعتنا ونبدا نتحركها حسب الستوري بورد بتاعتنا بس. وفي الاخر بنحط على المشهد اللي انتم بتشوفوه على الشاشه بعد كده. بس طبعا بيخش في مرحله بعد الانيميشن، بيخش مرحله بقى اللايتنج والشيدنج، وبعد كده مرحله بقى الريندرنج. طيب الشخصيات بتبقى عارف مين الشخصيه اللي هتعمل دور ايه، مين الفنان اللي هيعمل بنحاول ايه؟ بنحاول طبعا نختار طبعا ممثل اداؤه يتقارب مع الشخصيه بتاعتنا. يعني مثلا سي عندنا في شخصيه مثلا فضولي، عملها الفنان ياسر طبجي، حاسين ان هو لايق مع الشخصيه دي وراكب معاها كويس قوي وادائه معاها، فبنحاول نختار حاجه كده. في برضه شخصيه اسمها نونيا عندنا، دي برضه عاملاها الفنان ريهام عبد الغفور، فبنحاول نختار الممثل وادائه بيكون راكب مع الشخصيه ورسم بقى الشخصيه طبعا. طبعا طبعا حسب الشكل. وحسب الشكل برضه طبعا دي بتبقى ليها طبعا طريقه معينه. في الاول بنحط الكونسيبت، واحد بنحط الكونسيبت بيبقى في دماغ الفنان وحاطط الكونسيبت لها ان هو مين الكاركتر اللي يمشي معاها وكده كاداء وكده صوت. مين ايه الاصعب حاجه بواجهتك وانت بتعمل الجزء الثالث لحياة وكنوز؟ هو اصعب حاجه طبعا عندنا ان احنا عملنا طبعا دخلنا في لوكيشن كتير طبعا ومغامرات كتير، فده اصعب حاجه. ان احنا المسلسل السنه دي في حاجات كتير، احداث كتير جدا، فدي الاصعب من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كنا في جزء بس في ايام مصر القديمه وكده، لا المره دي في عصور كتير يعني. في دراما اكتر. في دراما اكتر طبعا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. لا، ميرسي جدا. شكرا.